السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم سادتنا المشاهدين مشاهدي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، وإلى هذه الحلقة والتغطية الخاصة من اليمن. سادتنا المشاهدين، في هذه الحلقة سنسلط الضوء برفقتكم حول جانب من جوانب الصمود والثبات أمام حرب التحالف المستمرة وحصارها المستمر منذ أكثر من 7 أعوام على اليمنيين. يمثل هذا الجانب الأسرة اليمنية، وفي مقدمتها وعلى رأسها المرأة اليمنية المنتجة، والتي تقف صفاً واحداً إلى جانب أخيها الرجل للذود عن هذا الوطن والاكتفاء الذاتي بما تجود به هذه الأرض وخيراتها المتنوعة. نتعرف على تفاصيل هذا المعرض الاستهلاكي للأسر المنتجة وتفاصيل أخرى وأوفى في سياق هذه الحلقة، لكن قبل الخوض في كل هذه التفاصيل اسمحوا لي أن أبقى معكم مع هذا الفاصل القصير، نعود بعده، فابقوا بالقرب. بداية نشكر الجهات المعنية التي فكرت بهذا الجانب، بمعنى كسر الحصار الذي يعاني منه المواطن اليمني. هذه المعارض تأتي أو فكرة إنشائها هي تقليل من العباء التسويقية التي يعاني منها المواطن بسبب الحصار، بسبب ارتفاع الأسعار. فكانت فكرة إنشاء معارض استهلاكية أن تصل المنتج من الجمالي أو من الوكيل أو من المصنع إلى المستهلك بشكل مباشر، فبالتالي تقل تكلفة السلعة. جاء مع هذا الفكرة أنه إنشاء قسم خاص بالأسر المنتجة، كون أن المرأة في اليمن تحتاج إلى منافذ تسويقية لتسويق منتجاتها محلية الصنع، وهي إظهار للوجود ما يتم تصنيعه المرأة في منازلهن أو في معاملهن من إنتاج وتصنيع، سواء في جانب الخياطة أو في جانب التطريز أو في جانب تصنيع البخور والعطور وغيرها. فالفكرة هنا أنه لابد من إيجاد منافذ تسويقية، منها إظهار المنتجات ومنها أيضا توصيل الحاجة إلى المستهلك أو المحتاج المستهلك. ما سبب إقامة مثل هذه المعارض وما الغرض والأهداف منها؟ عندنا عدة أهداف لهذا المعرض. أول شيء خلق فرص عمل للأسرة المنتجة، أيضا القضاء على البطالة، تشجيع المرأة الخروج إلى سوق العمل، ايضا معانا تحسين الوضع الاقتصادي المترهن بسبب الظروف او الحصار الموجود على اليمن. خرجنا المراه عده مراحل، كانت معنا الورشات التي قمنا بها، ايضا معنا التدريب والتاهيل الذي قمنا بتدريب النساء، حفظ قاعده بيانات للنساء المنتجات داخل سوق العمل، ولكن كانت مقيده داخل البيت. الان اخرجناهن الى سوق العمل واظهرنا للمجتمع ان هذه المراه استطاعت ان تتحدى الحصار الاقتصادي والأزمة الاقتصادية الموجودة داخل بلادنا. التسويرت، نسير لعند التاجر، نشتري خرز من ضي الكريستا، من ضي النو، وبعدها نسويها، وبعدها تصلح كهذا. هدية مثلا، تصلح أداة زينة صح؟ تصلح أداة زينة، تصلح هدايا. طيب، كم بتبيع القطعة الواحدة؟ هذه ب400. يعني ما يقارب نص دولار، تمام؟ ويش؟
وهذه ب 300. يعني اسعار بسيطه صح؟ بسيطه، تعينين بها البنات وتعينين بها الاسر اليمنيه. نعم. طيب عند ما بتشتغلي المقابل المادي ام تاخذي؟ اتعلم. بتعيني اسرتك، بتعيني امك. نعم. بما ان الموضوع هو يعتمد على الاكتفاء الذاتي، وان الموضوع يعتمد بشكل كبير على اخراج المهارات الى ارض الواقع، هناك كثير من الصعوبات تواجهها الاسر المنتجه. فبالتالي يوجد كثير من الاسر المنتجه تعمل بطريقه بدائيه او بمواد بدائيه. هناك كثير من المواد الخام اللي يتم استخدامها وهي اصلا مورده يتم استيرادها. يوجد من خيرات هذا الوطن، وايضا يوجد بعض المواد يتم استيرادها لكنها كمواد بدائيه، لكن ما يتم التصنيع وتحويلها من الشكل البداية ومن شكل المادة الخام إلى المنتج الذي يحتاج إلى استهلاكه المواطن، فهذا هو اللي بيتم هذه يمنية ماهر. أهم الأقسام الموجودة في المعرض الاستهلاكي الأسري هذا؟ عندما نرى الواقع نجد أنه فعلا هناك كثير من الأيادي الماهرة في جميع الجوانب. وجدنا هناك من يصنع في جانب مثلا العطور، من يصنع عطور بامتياز وبجودة عالية، وأيضا هناك خامات جدا متميزة. أيضا وجدنا هناك من يصنع البخور، وهي مثل معرفة اليمن من زمان القدم أنه كانت هي المصدرة لجميع الدول في البخور. فعلا هناك من يصنع البخور بجودة عالية جدا. وجدنا أيضا من يقوم بعمل اللي هي الإكسسوارات أو ما يسمى بديل الذهب أو بديل الفضة، فكان هناك تصنيع جميل وتشكيلة مميزة. أيضا عندما نرى في الميدان وجدنا كثير من الأسر من تعمل في جانب الخياطة أو أيضا في جانب الحلويات أو في جانب التصنيع الغذائي أو في تصنيع بعض الصوابين. فهذا كله ما يستدعي أنه لابد النظر إلى هذا الموضوع بعين الاعتبار، ولا بد من اتخاذ خطوات اجرائيه في الواقع. فتم فكره انشاء قسم لهذا الاسر المنتجه لتظهر هذه المنتجات الى الواقع، ويتم تقييم الجوده بناء على اساس تطويرها او على اساس ايضا تحسينها في حال ما يوجد الى تحسين. ايضا نوع من انواع التسوق لكي يعرف المواطن ان هناك ايادي عامله وهناك ايادي ماهره، ونستطيع ايضا بوجوداتنا الذاتية وإمكانياتنا الموجودة والمتاحة أن نكتفي ذاتياً. المعرض هذا يتكون من عدة أقسام. أول المعرض الشتلات الزراعية، وهذا رجوعنا إلى الزراعة الموجودة من قديم الأزمان في دولتنا أو بلادنا من قديم الأزمان. أيضاً معنا التصنيع الغذائي من ضمنه صناعة الحلويات بعدة أقسام، وهذا تم تحت تدريب كوادر متميزة. أيضاً معنا التصنيع في مجال البخور والزباد والمخمريات والعطورات الموجودة، نفس الحكاية من أقدم الأزمان وهو تراثنا الذي تتميزت بها اليمن قديما وحديثا، وهو الإنتاج البخور والزباد لحد الآن. أيضا معنا البهارات، وعندنا نساء متخصصة في هذا المجال وقد دخلت سوق العمل. معنا البسبات بجميع أنواعها، معنا البهارات بجميع أنواعها، منتجات يمنية محلية وإنتاج محلي زراعي يمني. نقوم بدراسة هذه الأشياء لنبني جيلا أو لنعتمد على أنفسنا ولا نحتاج إلى أحد غيرنا. لتتم هذه العمليات بنجاح، وأنا لم آتي إلى سوق البيع ولم آتي إلى الأسرة المنتجة إلا لكي نكون نحن داعم للمجتمع، داعم لأسرنا، نكون نحن المعينين لهم وليس نحن المعالين. ما رابط اليوم مثل هذه الفعاليات الأسرية المجتمعية بينما يحدث في اليمن من ظروف حرب وعدوان وحصار
تدخل عامها الثامن عليكم، هل هناك ربما ربط بين هذا وذاك ورسائل واسقاطات معينة؟ نعم نعم، هذه رسالة كبيرة للعدوان والمرتزقة وأيضا للنساء في الداخل، للنساء المضنت في الداخل. فهي رسالة للعدوان أن المرأة اليمنية هي ذاتك المرأة الثابتة الصامتة التي استطاعت أن تتحدى كل أنواع الحرب الموجهة إليها بشكل عام، لليمن بشكل عام وللمرأة بشكل خاص. هي أيضا رسالة للمرتزقة التي حاولوا أن يزيدوا من الحصار على المجتمع اليمني، فاستطاعت المرأة أن تكون هي ربان سفينة الأسرة. هي أيضا رسالة للمرأة في اليمن أن تكون منتجة، أن تكون في هذه الظروف هي تستطيع أن تكون في محل الإنتاج أو أن تكون وهي قادرة على ذلك. أيضا عندما نلاحظ أن هذا المعرض هو المعرض الثاني ليس الأول، فكان هذا المعرض الثاني للأسرة المنتجة، بمعنى أنه هناك وجود صعوبات وتحديات. على رغم الصعوبات على رغم التحديات استطاعت المرأة أن تثبت قدرتها في كل المجالات في هذا الجانب. نحن بهذا المنتج وصلنا كلمة للمجتمع العالم والدولي أن المرأة اليمنية دخلت سوق العمل وتحدث الحصار الذي واجهناه منذ بداية العدوان حتى الآن، ولا ننسى أن الدول تكالبت على الشعب اليمني، ولكن المرأة بدأت بصرختها وهو الإنتاج ودخولها سوق العمل. أن هذه تواجه العالم بكل التحديات وكل المواجهات وتحدي الحصار العالمي، وإن شاء الله المشاريع القادمة هيكون هناك تدريب، هيكون هناك تأهيل، هيكون هناك محلات تفتح. حتى الآن مساحنا مفتوحة ميدانية داخل المحافظة، نقدم النساء فتح محلات معامل خاصة ورفعة الاقتصاد الذي يواجه هذا الشعب اليمني. وأيضا لا ننسى أن المرأة ساعدت الرجل ضد قطع المرتبات وأيضا المخصصات لهم، لأن الإنسان اليمني مقطوع مرتبة حوالي 8 سنين ولا ندخل أو نصر رزقتين، ولكن المرأة خرجت إلى سوق العمل وتحدث هذا الحصار الذي واجهنا لحد الآن. والحمد لله هناك نجاح كبير بنسبة 95% أن المرأة تحدث العالم كله باقتصادها ورفع معنوياتها. لا ننسى أن العدو استخدم ورقة الاقتصاد كورقة أساسية، وهي من أولى الأوراق التي استخدمها على الضغط على الجانب على الشعب اليمني. فعندما نقل البنك وأيضا عندما عمل على إيقاف الرواتب أو قطع الرواتب، وخاصة للمعلمين والمعلمات وخاصة أيضا لجميع الموظفين في اليمن، فهذه كانت ورقة رهان. هي صح ورقة رهان اقتصادية، لكنها كانت ورقة رهان خاسرة، لأنه هنا معناته أن المرأة اليمنية استطاعت أن تتجه إلى اتجاه آخر، ليست معتمدة على الراتب، إنما استطاعت أن تتجه إلى إمكانياتها وإلى مهاراتها وإلى قدرتها. هناك النساء متجهت إلى جانب الزراعة، هناك النساء متجهت إلى جانب الاكتفاء الذاتي من خلال تربية الحيوانات الأبقار والأغنام والماعز وغيرها. هناك النساء متجهت إلى جانب التصنيع الغذائي وتصنيع بعض المنتجات اللي هي محل التصنيع. فهذه هي على قدر ما كانت ورقة ضغط وكانت موجعة في بعض الأسر، لأنها كانت أيضا نقول أنها نعمة من الله عز وجل، لأنها استطاعت أن تخرج ما بداخل النساء أو ما بداخل هذه الأسر من إبداعات. وهي أيضا عززت ثقة الإنسان البسيط بالله عز وجل، لأن الرزاق هو الله وليس أي جهة أو أي حال في الدنيا. رسالة الأسر المنتجة تقول ها هنا إحنا في المعرض الوطني الاستهلاكي للمرة الثانية نعلن انتصارنا بإنتاجنا ضد العدوان وضد الحصار الاقتصادي، وسوف يبقى هذا الإنتاج مستمر. وأيضا الأسرة واللجنة الوطنية تقوم بدعمها وإنشاء فرص عمل جديدة لهذه المرأة واستكمال قاعدة البيانات وإخراج المرأة وأيضا إيجاد لها فرص أخرى للعمل.
وبهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا وتغطيتنا لهذا الأسبوع، وإلى أمل الملتقى في تغطية قادمة من اليمن. تقبلوا مني أنا عبد الولي البقيتي خالص التحايا، دمتم في أمان الله.